شكرا جزيلا لك دكتور رضوان ولكل ضيوف الكرام. في البداية يعني لما تكلم الأستاذ مهدي عبد الجواد قال كلمة مهمة جدا، قال بأن هذه الانتخابات تجري خلسة، وأنا أعتقد بأنه يعني حجم الاستحقاق الذي يجمعنا نحن اليوم، حجم الخطر الداهم الحقيقي على وطننا في صورة ما إذا كان استطاع ديكتاتور اليوم أن يجدد العهد ل5 سنوات، حجم الخطر يجعلنا لا يمكن أن نجيب على انتخابات تحدث في خلسة، وصاحب الحق اللي هو الزمال في السجن لا يمكن أن تكون كذلك حملتنا حملة عادية. أنا ما يحرجني وما يقلقني، واسمحوا لي أن أدعوكم جميعا، يا ريت وأحبذ ونتمنى أن يتوجه الآن وفي أقرب وقت ممكن نقاشنا الخاص هنا وفي الفضاءات العامة، مش سنتحدث ونقدم الزمال ونتحدث على محاسنه وماذا يمكن أن يقدم لنا، مع أنه هذا مهم جدا. تم سؤال ورد من صالح خديجة، ضيف سي صالح خديجة يتساءل يقول ما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها لنا الزمال؟ أنا أعتقد بأن السياق الذي نحن فيه اليوم يخلينا لا نتحدث عما يمكن أن يقدم لنا الزمال، وإنما ما هي المخاطر المحدقة التي، ما هي الكوارث والمصائب التي تنتظرنا في الاقتصادي وفي السياسي وفي الاجتماعي في صورة ما إذا تجددت عهدة ديكتاتور اليوم. أنا أعتقد بأن ضيق الوقت اليوم أمام رهان 6 أكتوبر المقبل، حجم الخطر الداهم الحقيقي اللي عايشينه واللي يمكن يتم تأبيده أو تمديده ل5 سنوات أخرى وقد لا تحتمل تونس، نار قيس سعيد وجهنم قيس سعيد لا تحتملها أن تبقى فوق النار 5 سنوات أخرى تحترق تونس. نحن نقول برأيي أنا ويعني الزمال في السجن، كيف لنا أن نبتدع؟ وهذا السؤال لكل من يسمعني الآن، وسؤال كذلك نطرحه لعامة الشعب التونسي وكل من يهم أمر بلاده، كيف لنا أن نبتدع حلول out of the box، من خارج الصندوق نبتدع حلول جديدة؟ كيف لنا أن نسند عياش الزمال بشكل يليق بانتخابات تحدث خلسة، بشكل يليق بحجم الجريمة اللي صارت في البرلمان وتحويل النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى القضاء العدلي؟ يعني نحن الآن في سياق مختلف، نحن مناش نلعب، ولسنا الآن بصدد ممارسة لعبة بقواعدها وفي ميدانها وأمام جمهورها وأمام حكم وهيئة تراقب هذه اللعبة. نحن الآن أمام شخص يريد أن يلتهم البلاد والمؤسسات والعباد ويتاجر بالتاريخ وبالشهداء وكل شيء. نحن في حالة إعدام وطن، وفي حالة إعدام وطن أعتقد أننا ونحن نمر عبر التاريخ عندما نرى حادث مرور، كيف يتحول كلنا إلى منقذ؟ سي رضوان أنت لست مختص في إنقاذ المجاريح، لكن عندما تمر عبر طريق وتجد هناك حادث مرور تتحول إلى منقذ، وعندما ترى حريق عندك ولا عند جارك تتحول أنت إلى طفاية حرائق كذلك. مش يعني نحن الواجب اليوم، حالة الاستنفار التي ينبغي أن نكون عليه اليوم هي كيف نستطيع أن نسند الزمان في هذا الوقت القياسي. لا أرى أن الوقت ممكنا، ولا أن هناك منابر ولا هناك مناظرات ولا هناك ما يمكن أن نقدمه بالشكل الذي رأيناه في انتخابات سابقة. نحن الآن سؤال مركزي أريد أن أدور حوله وأظل أطوف حوله، هي ما هي الأشكال التي يمكن أن نستحدثها، أن نبتدعها خارج الصندوق حتى نضمن بها وحتى نقدم بها أكثر ما يمكن أن نقدمه في هذا الوقت الوجيز أمام استحقاق حارق نهار 6 أكتوبر. أنا أقول بأنه الوقت قصير علينا برشا، ويا ريت
مثلما شعار نقلب الصفحة دون أن نحرق الكتاب، نحن نحتاج صفحة واحدة اليوم في الأسبوع المتبقي دكتور، اللي هو حشتنا كيف نجمع الطبقة السياسية والفاعلين والناشطين والأسماء المعروفة والشخصيات العامة في صورة واحدة مع بعضها. يلزم قدر من الشجاعة، نحتاج إلى وقفة يوم واحد. هذه الصورة اللي في ذهني أنا تكون ربما تكون محفزة، ربما تكون مستفزة، ربما تكون جاذبة للناخب اللي ليست لدينا لا وسائل الإعلام للوصول إليه، ولسنا في وارد عملية انتخابية فيها تكافؤ الفرص وفيها المنابر الإعلامية المتاحة للجميع. لابد أن نحاول أن نجيب عن هذا السؤال، وأرجو أتمنى أن نسمع يعني ردود من سمات عبد الجواد ولا منكم أنتم، كيف يمكن لنا أن نقدم شيئا جديدا يليق بالاستحقاق وبالوقت الضيق وباللعبة الانتخابية المغتصبة من قبل الدكتاتور. وشكرا لك على الدعوة.